ما كنتش أتصور في يوم من الأيام إن لعبة على الإنترنت ممكن تهدد مستقبل ابني، لحد ما في يوم من الأيام اكتشفت إن هو تعرض للتحرش الجنسي. ارتفاع بحالات التحرش بالأطفال عبر الإنترنت خلال فترة كورونا. دكتور سركيس، إيش نصيحتك للأمهات في هذا الوضع؟ كلامنا واعم الليلة 10 بتوقيت السعودية على MBC 1.